Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Que inchallah la vidéo vous traque en très bonne humeur. Parce que inchallah très épanouie, tu vas que tu vois. Et ahwalkom inchallah ahsan ma ybram. Parce que inchallah katqatlou, vous faites les mains et les pieds pour faire sortir la meilleure version de vous-même. Ou tkharjou inchallah ahsan mefikoum, ahsan caractère, ahsan nafsiya, ahsan mindset, ahsan aqliya. Ou bien sûr, rah koulna fad el hayat kanhawlou nkharjou la meilleure version de nous-mêmes. Donc ma bqatch fikoum lhal li kadouzoum wahed la conjoncture li chouya saiba ou li kadouzoum wahed lhal nafsiya. كي ني با ستابل دونك اي انسان كيقدر يدوز من واحد الحاله النفسيه اللي ني با ستابل ولا واحد واحد لا بيريود اللي كدوز عليه شويه صعيبه كما كاملين كتجينا واحد اللحظه الانسان كيجي فيه الزكام اولا تيضربوا الروح دونك كتجينا لحظات اللي المناعه النفسيه ديالنا كطيح وكنقدروا نعيشوا دي كومبليكاسيون سيكولوجيك و سي با ميشون و سي با كلك شوز دو تابو يعني الانسان ما يحشمش في هذا الشيء يل بو بارطاجي سوا افيك سا بتيت فامي دي كوتش دي ثيرابوت لو بلوز امبورطون سي دو بارطاجي افيك دي بيرسون لي تيفهموا لا سيتوياسيون يعني اهم حاجه ان احنا نشاركوا هادشي مع ناس ديجا كيفهموا في لا سيتوياسيون ماشي الناس اللي غيعطيونا واحد لي سوليوشن ولا غيعطيونا واحد لي بريجوجمون او الاحكام مسبقه اللي بيان سور ما عندها فاش تنفعنا. بالنسبه لواحد القضيه الناس اللي انتريسي بيان سور بلا فورماسيون افيك كوتش سناء فوز ايت لي بيان فونو جو بروبوز فريمون ان باكت كي تري تري سيمبوليك بالنسبه للناس اللي نون با اسي دو مويان جو سي بيان بان الله يحس العوان كاين ناس كي نون با دي مويان دونك جو بروبوز ان باك دو 5 سيونس شاك سيونس فيها 1h30 دو ثيرابي هاد لي 5 سيونس تيكون فيهم التشخيص ديال الحاله النفسيه اللي كدوزو منها تيكون فيهم فريمون لو بروغرام ا سويفغ تيكون فيهم لي كوت اكتيف بلوزيور تكنيك بسيكولوجيك كنبروبوزها بيان سور فهاد لي سيونس هادو تو ديبو على سيتوياسيون دو شاكان دو فو دونك حسب الحاله ديال كل واحد كتكون هاد لا فورماسيون هادي يعني لو كونتوني دو لا فورماسيون او لو محتوى الفورماسيون او الدوره تيكون حسب يعني حسب لا سيتوياسيون دو شاكان دو فو او حسب الموقف اللي كيدوز منه كل واحد منكم هذاك الشيء اللي جو بروبوز هاد لي سيونس يكونوا دو مانيير انديفيديوال باش كتخدم مع كل واحد حسب المشكل اللي عنده او حسب الحاله النفسيه اللي عنده او حسب يعني الحاجه اللي كيمر منها باسكو حتى لا ديبريسيون درجات تاع دي دوغري دو ديبريسيون لا ديبريسيون فيها بوكو دو سيمبتوم بيان سور هاد لي سيمبتوم ماشي ضروري يسخون ريوني في اون سول بيرسون دونك كاين اللي كتلقى عنده باغ اكزومبل دو سيمبتوم كاين اللي 3 كاين اللي كاريمون اون سيمبتوم دونك كتخدم مع كل واحد تو ديبون على لا سيتوياسيون ديالو و تو ديبون على الحاله النفسيه اللي كيدوز منها الوغ فوالا دونك هادشي اللي كاين اللي كنتو بيان سور انتريسي لو نيميرو ديال التليفون غتلقاه في لا ديسكريبسيون بوكس وغتلقاو سي هنايا فوالا دونك بزاف الناس يسحب لهم انني هاد الايام ما كنخدمش لا راه جو بوس طول طون يعني راه محبساش لي سيونس ومحبساش لا ثيرابي دونك بالنسبه لامتى كنبدا معكم دي فوا اون بو كومونسي ميم لو جور ميم ديما كنخلي واحد ساعه ونص لشي انسان الا بغى اكسيدي لا فورماسيون لو جور ميم دونك كنخلي لواحد ساعه ونص اللي بغى اكسيدي راه جوكو كتافيكتو لو بيمون ديالكم لو جور ميم تنبداو لا ثيرابي ديالنا ولا فورماسيون دونك هاد لا فورماسيون فيها 5 سيونس سكو جو بروبوز سي دو فير اون سيونس par semaine علاش باش ديك لا بيرسون بيان سور كدير لا ثيرابي ديالو كدير العلاج ديالها و اون باراليل كنبقاو نديرو لو سويفي فهاد لي سيونس هادو و بيان سور اللي عنده اسي دو مويان راه تيقدر يجدد معايا لو باك اشاك فوا حتى ان شاء الله يوصل لبر الامان وحتى الا وصلتي لبر الامان كنتي باقي باغيه ان كوتش كي فا تاكومباني في الحياه ديالك في السواج ديالك الا كانت مؤسسه زواج جديده ولا في اي حاجه كدوز منها دونك مرحبا بكم ان شاء الله كاملين بالنسبه لهاد لي سيونس كيكونوا معايا باسكو بزاف الناس صحاب لهم لي سيونس ماشي يكونوش معايا نو بيان سور راه كوتش سناء اللي هي انا اولا راه سي مو كيفي هاد لي سيونس هادو دونك تيكون انا بي فيديو تيت ا تيت انا وياكم كسوا كان ام مسيو ولا كانت مدام يا با دو سوسي كسوا بغيتو تبانو اولا ما بغيتوش تبانو لكم حريه الاختيار بغيتي تبان اولا ما بغيتيش تبان عندك حريه الاختيار اللي ما بغاش يبان بيان سور كيقدر يقلب لا كاميرا مي لو بلوز امبورطون سي كو انا نبان ماشي على شي حاجه مي بور بيان ترونسميت لو ميساج اولا باش كنوصل هذاك الشيء اللي باغي نوصلو دو لا بون مانيير باسكو بيان سور لو نون فيربال عنده بزاف ديال عنده بزاف ديال العطاءات اكثر من بوغ موا اكثر دي فوا من لو فيربال الوغ فوالا دونك دابا شفت كلكو كيسيون بروبوزاو في لاشين قلت علاش لا جو في ريبوندغ عليهم دابا كنحاول هاد الايام ان شاء الله نكون تري تري اكتيف في كل يوم كان دي اوف ديالي جي با بوسي قلت فوالا نخطف وقيت نصور لكم هكا اون بيت فيديو اي بي فوالا دونك لا بروميير كيسيون ايل دي المشكل الوحيد اللي ما كنقدرش نتجاوز هو الخروج ما كنقدرش غير كنخرج واخا غير حدا الدار كتشدني الدوخه عدم التوازن وكنزير عييت والو كنحاول دونك خاصك تبقاي ديري هاد العلاج هذا كل نهار يعني فيك كتزيري فاش كتخرجي دونك خاصك تبقاي تخرجي سوفون وخاصك تبقاي تخرجي اشاك فوا حتى ما تبقايش تزيري دابا انت حيت تو طارد انك تخرجي اوتوماتيكمون تو تي وليتي ولا عندك واحد ولات عندك اون ابيتود فلاشيمي ديال لو كور ديالك انه غير كتخرجي كيوقعوا لك هاد الاعراض هادو بحال قلتي لو كور ديالك اي سي ابيتوي اولا لاشيمي ديال الجسم ديالك اي سي ابيتوي انه غير كتخرجي كيوقعوا لك هاد الاعراض فبسيكمون
انت ديما توي ديجا بريباري سيكولوجيكمون او لي بسيكيكمون كتكوني مجدده دماغك على انه غادي تخرجي غتزير غيوقع يوقع يوقع دونك شنو هنايا خاصك تحاولي ملي تخرجي ديكونسونطري مع لي طاب سيكولوجيك ديالك باسكو هاد الحالات اللي كتعيشي هي عباره عن حالات وهميه لا صله لها بالواقع خاصك بيان سور تحاولي ديكونيكتاي من الافكار ديالك وتكونيكتاي بلوس مع لا رياليتي وتحاولي هاد الطريقه هادي اولا هاد لا ثيرابي ولا هاد العلاج هادي ديري شاك شو شنو هاد العلاج اللي هو مواجهه المخاوف ديالنا باسكو لا فوبي باش نردوها شي حاجه نباناليزيوها باردون خصنا نبقاو كونفرونطيوها سوفون حتى ما كتبقاش اون فوبي باسكو لا فوبي سي واحد الحاجه كاملين نخاف منها بزاف وكتبدا بالنسبه لي شي حاجه مجهوله باغ اكزومبل تنقول الا ركبت في الطياره كنخاف والقلب ديالي كيزير وجي بور وحيتاش ما كنبقاش نركب كيبقى بالنسبه لي ديما داك المجهول ديال انني ما غاديش نركب غير ركب غتوقع ليا شي حاجه ساشون كو راه ما عنده ما يوقع ليك راه غير لانكونسيون ديالك اولا اللاوعي ديالك تيكون تيكذب عليك وتيعطيك دي مونساج كي نو سون با ريال الوغ فوالا دونك العلاج ديالك بيان سور ابار لو كوتي سبيريتويل والسبور ديالك والكولثيرابي هو انك شاك جوغ تخرجي برا وتحاولي تكونفرونتي هاد لا فوبي ديالي دعيو معايا بشفاء من وسواس الاكتئاب الشفاء الله يشافيك ولكن خصكم تعرفوا واحد القضيه بان الدعاء حاجه والانسان عاوتاني اون باراليل خصو يدير دي سيفور باش يخرج من هاد الحاله النفسيه هادي يعني مايمكنش نبقاو نطلبو سيدي ربي ربي تشافيني ربي تشافينا اون في با دي با اون افون باش نبرا ولا دي با اون افون باش نوصلو لواحد الحاله نفسيه كي ستابل فوالا المشكل انه ما كنخرجش من الدار عندي ارق في الليل ارق في الليل بيان سور خاصك ان ماساج لو سوار بزيت البلديه مثلا مرقيه ولا ان ماساج افيك اون كريم مي دو بريفيرونس يكون بزيت البلديه مرقيه خاصك تطفي بيان سور لا لوميير قبل تبعدي على تو تيب ديكرون لو سوار وتحاولي تاخدي دي زاليمون اللي فيهم ماغنيزيوم اللي غادي يعاونوك باش تنعسي اولا تاخدي ان فيتامين اللي فيه لا ميلاتونين بحال اش تقدري مثلا تاكلي بنانا مع اللويزا ولا شي حاجه بحال هكا بور تو ديكونتراكتي شوكولا نوار حتى غادي يعاونك بور تو ديكونتراكتي باش يجيك نعاس ان شاء الله دغيا اي بي فوالا وخاصك تحاولي تقدي النعاس ديالك وما تعصبيش معاه بزاف باسكو فاش كنتعصبوا مع الناس انا ما نعاسش خفت من الناس انا هذا كنولي نتعصب كيطلع ليا الكورتيزول كيطلع ليا لادرينالين دونك جو دور ما كيجينيش كاع الناس كنتعصب معاهم اوتوماتيكمون ما يجينيش دونك ما خصناش نتعصبوا مع الناس نحاولوا نكريو واحد لامبيونس ديال النعاس ما جاناش النعاس نوضوا نتغداو ونصليو ونستغفروا نديروا اون اكتيفيتي بالليل وخلي سي با بيان مي نحاولوا نديروا شي حاجه باش ما نبقاوش كونسونطري غير مع الناس بوحدو الوغ فوالا اختي سناء اريد ان اسالك سالتني صديقتي ذات مره لماذا انت مكتئبه فاجبتها انني اعاني من مشكل وكنت اقصد به مرض نفسي والان اشعر كانني كاذبه لا دوس بيان سور كذا وسواس عندك مشكل يعني مشكل نفسي اللي عندك وليهم ليكسبليكاسيون اللي عطيتي لصاحبتك دونك حبيبه ديالي هذا وسواس بقيت تقول عاد ولا مش طاجبه مزيان في نفسي وحاولي بيان سور كو باينه عندك لو فيد اولا عندك واحد الفراغ اللي كبير بزاف دونك خصك تعمري هذا الفراغ هذا وما تبقيش كونسونطري مع هاد لي زيد اللي ما عندهاش صله بالواقع لازم نتعلموا فرنسيه با جو ميكسكوز انورميمون الا كنعتذر بزاف لان سوفون جو بارل فرونسي باسكو القرايه ديالي اون فرونسي وكلشي اون فرونسي وكاينين دي تيرم تهربوا ليا بعربيه وتجبدوا في فرونسي مي ان شاء الله نحاول نبقى ندير فيديوهات هكا باللغه العربيه الفصحى بيان سور ديال اللغه القرانيه دونك فوالا الله يرحم الكرش اللي جابتك امين شكرا على الدعوه الزوينه اللي كدعيو مع ماما الله يخليها ليا ميرسي بوكو مده شهرين حس روحي تشافيت بنسبه 80% لكن مده اسبوع رجع لصوص بقوه اختلال الاني وضعف الشهيه الاكل وقله التركيز وتعب الشغل اما بحاول الله نكمل نتبع النصائح ونعاود نجاوز المرض الله يشفي الجميع هذه كتسمى اون غوشوت وهاد لا غوشوت سافي با دير بانك ما كنتيش بريتي مي سافي دير بان باقي شويه الحاله النفسيه خصك غير تزيدي فوالا دونك خصك غير تزيدي ديري لو بروغرام ديالك وتزيدي تقاتلي ان شاء الله باش ديباسي هاد لا غوشوت هادي وتوصلي ان شاء الله للشفاء التام دونك يعني ما تخافيش حبيبه ديالي لا غوشوت كتجي واخا تكون 15 يوم بقات لك على الشفاء التام تقدر تجي لا غوشوت دونك حبيبه ديالي نو كرين ريان اختي انا عندي الخوف بزاف فاش كيوقع شي مشكل كنبقى نترعد ونرجف وقلبي كيضرب بزاف وكيجوني افكار في ديك اللحظه بلي غتوقع امور خايبه المهم الخوف الشديد عندي حتى الجيران دابا كيعرفوني واش كنخاف بزاف الخوف الشديد اولا هاد لا فولنيرابيليتي بسيكولوجيك اللي عندك بسبب المرض دونك المرض هو اللي داير لك هاد لا فولنيرابيليتي بسيكولوجيك اولا الحاله النفسيه اللي عندك هي اللي راداك فولنيرابل وراداك هشه وراداك تورياجي مع لي سيتوياسيون بزاف وراداك كتدراماتيز لي سيتوياسيون سي تاجير تي كل مشكل قد هكا وانت كتكبري في دماغك وكتحسي به مشكل كبير كبير بزاف بزاف دونك حبيبه ديالي ان شاء الله غير تبعي لو بروغرام ديالك دوكو لي طاب سيشيك ديالك اولا لي طاب سيكولوجيك ديالك ايل فاس ستابيليزي غادي تولي ان شاء الله مزيانه وغتولي غتولي لي طاب ديالك ان شاء الله تحسن وفوالا دونك كنودو هادو هما لي فيديو لي تبروبوزاو في اخر فيديو حطيته بون كيما انا عند الوعد ديالي كنحاول نجاوب على لي كيسيون ديالكم جيسي دي تر توجور على ليكوت ونكون ديما معكم هنايا
والله يشافي الجميع. بالنسبه للناس اللي كيكتبوا ليا قاد الحجاب وهذا، دونك الانسان في هذه الحياه هذه هو في رحله الجهاد مع النفس ديالو. انا براسي كنجاهد نفسي باش نلبس محترم، باش نلبس هذا. دونك الله يجازيكم الخير، عاونوني غير بالدعوات ديالكم، وما تعطونيش احكام مسبقه، لان فريمون اجاهد نفسي باش نكون كنلبس لباس حيي ولباس محترم، ونقصوا حتى شويه من المكياج وهذا. دونك راه كنجاهدوا النفوس ديالنا، زيدوني غير الدعوات ديالكم، وراه جو في دو مومبي باش نصلح راسي. وراكم عارفين رحله الحياه هي رحله جهاد مع النفس الانسان ومع الشيطان ومع فوالا دونك لونطوراج اون جينيرال. الوغ فوالا دونك كانت هذه لا فيديو ديال اليوم، جيسبر بلا انني نكون شرحت لكم واخا غير امينيموم، كنعاونكم واخا غير شي شويه. كنتسنى الدعوات ديالكم زوينه في تيسير الامور ديالي الدنيويه وفي تحقيق ما اترجاه مع الله سبحانه وتعالى. واحبكم كثيرا كثيرا في الله، وبيان سور جو فوزيم بوكو، وجو فو دون رونديفو ان شاء الله في البروشين فيديو. غو بيزو، مع السلامه.